مرحبا برج العقرب، أهلا بك. عزيزي برج العقرب، النظرة العامة لكارتاتك تختلف جدا عن القراءات السابقة للأبراج الأخرى. يعني أرى أن الحبيب في رحلة إلى تطوير النفس، إلى الإنجاز، إلى تحقيق الذات، لأن هذا الشخص صار لمدة طويلة محاط بالآخرين، يعطي الآخرين، يعمل أشياء من أجل إسعاد الآخرين، ولكن هذا الوقت فعلا وقت الشريك. فهذا الشخص يختلف عن القراءات السابقة للأبراج الأخرى اللي سويتها، لا يتركك من أجل خيارات أو لأن لديه أشخاص ثانيين، أو الأشخاص الثانيين أصلا غير موجودين في القراءة فلا يهمون، حتى لو كانوا موجودين لا يؤثرون على مستقبلك معه. هذا الشخص عنده رحلة لإنجاز وتحقيق الذات. أول كرت ندخل فيه سبب الفراق، Ten of Cups، السعادة القصوى وتحقيق الأحلام، The Sun، الشمس، النجاح، السعادة، تحقيق الحلم أيضا، ويوضحهم Ten of Swords. مثل ما قلت لك، هذا الشخص الشريك مر بمرحلة مؤلمة أو مرحلة أعطى فيها الكثير للآخرين، بحيث استنزف. الكلمة اللي أسمعها استنزف، ليس لديه أي شيء زائد، لا يستطيع أن يعطيك أي شيء، لا أنت ولا الآخرين من محيطه، لأن استنزف كل الطاقة الموجودة لديه على الآخرين ومع الآخرين. ولكن هذا الوقت الشريك اكتشف سر سعادته وقرر بأنه سوف يطارد سعادته، سوف يطارد أحلامه. احتمال أنه عنده أحلام من فترة الصغر، الطفولة، ولكن بسبب كثرة الالتزامات والارتباطات ومشاغل الحياة لم يستطيع أن يلتفت يوم ما لحلمه وفعلا يلحق وراه ويحاول أن يحققه. ولكن في هذه الفترة، هذا الوقت اللي قاعد أسمعك رسالة واضحة، هذا الوقت هو فعلا وقت الحبيب. حان الوقت وشاء القدر بأن هذا الوقت يكون وقت الخاص، هو يجلس مع نفسه يقرر ماذا يسعده على الصعيد العملي، يعني في مجال المال والأعمال والبزنس والاستثمارات والوظيفة، ما الذي يسعده وكيف سيحققه، لأنه هو قاعد يمر بهاي المرحلة. سبب التأخير في الرجعة، السبب واضح، عندك ملكة الأغصان، أربعة الأكواب، ملك الأكواب، طاقتك أيضا أنت موجودة هنا عزيزي برج العقرب. هذا الشخص واعي ومدرك تماما أنك تحبه، يدرك، عارف مستوى الحب والارتباط، ولا ينكر بأنه هو أيضا يحبك وأنت تحبه، وفي رابط عميق بينكم، في رابط لا تهزه الظروف والوقت والافتراق والانفصال، هو يعرف. ولكن حاليا في الوقت الحالي هو غير قادر لأن يعطيك الحب أو حتى يتقبل عرضك للحب والارتباط والمشاعر، لا يستطيع حاليا أن يتبادل المشاعر معك، يعطيك كوب أو يأخذ منك كوب، لأن أيضا مثل ما قلت لك مشغول في تحقيق أهدافه. ملكة الأغصان طاقتها الحالية الأساسية، ملكة الأغصان، ملكة الأغصان هي ملكة جدا واثقة، شوف نظراتها، جدا واثقة، تعمل كل شيء من أجل نفسها، تعرف ماذا تريد وتذهب وراء ما تريده. هذا الشخص تغيرت طاقته، حاليا هو في رحلة لتحقيق الذات، فيجب عليه أن يكون هكذا، ترى يجب عليه أن يكون مندفع وقوي ويذهب وراء تحقيق أهدافه. فهذا هو سبب التأخير، لأنه احتمال يكون في بداية الرحلة وأنت تتوقع أن يرجع لك في هذه الفترة، ولكن هو مشغول عن الحب، هو مشغول، أو هو خلينا نقول هو يعرف، هذا إنسان أشوفه جدا ذكي في وزن الأمور، هو يعرف أن إذا رجعت لبعض في علاقة راح العلاقة تستنزف من طاقة ووقت وجهد، فهو قرر أنه يغير طاقته من طاقة الكؤوس والحب والمشاعر إلى طاقة
الأفعال، حان وقت الأفعال، حان وقت الإنجاز، حان وقت أن أنجز لنفسي الأشياء التي طالما حلمت بها. هذه هي الرسالة التي أسمعها من الحبيب عزيزي برج العقرب. مشاعرك نحوه، أنت في مرحلة ترقب وانتظار، أنت تنتظر عودة الحبيب وعندك أمل في رجعته، واحتمال فعلا يكون في أمل، ولكن وضعك الحالي فور اوف بنتكلز. أنت طاقتك صار شوي عكس الحبيب، أنت مثبت نفسك وإنجازاتك وحتى نموك الداخلي هذه الفترة. يعني الحبيب قاعد يصعد وينمو ويذهب إلى أماكن جديدة في الحياة، أنت لا، أنت العكس، أنت ثابت تحارب التغيير، تحارب التغيير على الصعيد. ترى البنتكلز هي طاقة الأشياء المادية والصعيد العملي بشكل عام، فأنت بالعكس من النوع اللي يعني كأنك تقول للشريك ليش أنت محتاج تنجز هاي الأشياء، اللي عندنا كفاية أو وضعنا منيح، أو ليش أنت محتاج تستثمر هاي الاستثمارات وتذهب إلى هذه الرحلة وتعمل هاي الأمور عشان تحس أنك أنجزت ذاتك. أنت مو قادر تفهم دوافع الشريك وليش أنه يحس بعدم الاكتفاء، دافعه أنه يحس بعدم الاكتفاء فسيذهب إلى ما يجعله يحس أنه سعيد ومكتفي الإنجازات. أنت العكس، أنت تقول إحنا أوكي، إحنا بخير، لدينا ما يكفينا، لماذا نتطور، لماذا ننمو؟ احتمال إذا حاولنا نتطور أو ننمو بالعكس نخسر الذي حققناه وأنجزناه لحد الآن. هاي مشاعرك. أوكي، مشاعر الحبيب. الحبيب يحس، عندنا 6 الخماسيات، 6 of pentacles 9 of pentacles. الحبيب يحس مثل ما قلت لك، القراءة جدا مترابطة. الحبيب يحس بأن حان الوقت، ومن العدل الآن، من العدل يعني يرى أن حتى في عدل إلهي في الموضوع، أن هذا الوقت يكون وقت الخاص، وقت الخاص لا يوجد لديه أي أحد ثاني في الصورة. 9 of pentacles طاقة الحياة العزوبية، حياة الرخاء، حياة اللي أنا أنجزت كل هذه الإنجازات وأستمتع فيها لنفسي، مع نفسي، مع حالي يعني، ويحس أنه يستحق هذا الشيء، لأن احتمال أن رحلته راح تأخذه إلى 9 of pentacles، تحقيق طموح على الصعيد العملي وعلى الصعيد المالي، فهو راح يحس أن هذا الشيء هو ما يستحقه وهذا الشيء من حقه. وفعلا يعني من القراءة واضح أنه من حقه، لأنه أحس أن إنسان دائما كان يضع الآخرين أولا، ولكن في هاي الفترة هو قاعد يعكس، يضع نفسه أولا لتحقيق البالانس، التوازن، لأن التوازن عند هذا الشخص كان مفقود منذ فترة طويلة. لا، والدليل أنه استنزف، ليس لديه ما يعطي أصلا، حتى لو أراد أنه يكمل معك بنفس الطريق ما عنده شيء يعطيك إياه. بالمختصر نيته 3 of cups 8 of swords، هذا الشخص في مرحلة ما كان يعاني من الصراع الداخلي بشأن، كان في صراع، كان يقول لنفسه هل أبقى مع الشريك وأعطيه كل ما يتمناه في العلاقة، في الحب، في الزواج، أو أذهب من أجل تحقيق ذاتي وأرجع سعيد وقوي. كان عنده صراع في الاختيار، ولكن في النهاية الواضح من الكاردات أنه راح يطلع من هذا الصراع وراح يختار الدرب الذي كتب له والذي يستحقه، ألا وهو أن يذهب في هذه الرحلة بحثا عن السعادة، بحثا عن، أشوف أنه راح يكونون معاه أشخاص ولكن ليس علاقات يعني على الصعيد العاطفي، راح يكون معاه أشخاص في هذه الرحلة سوف يلتقي بهم بعد أن يحقق ذاته، أشخاص احتمال على الصعيد العملي، البزنس، الاستثمار، في الوظيفة، تفكيرهم مثل تفكيره، يحبون الإنجازات وراح يساعدونه ويفهمونه. احتمال إذا كان في وظيفة راح يلتقي بناس من نفس المستوى، من نفس التفكير، وراح يساعدونه في هاي الرحلة، تقريبا في نهاية الجزء من الرحلة راح يساعدونه أن يعطونه آخر دفعة عشان فعلا يذهب وراء ما يحلم،
واحتمال أنه يكون إذا على صعيد السفر والاستثمارات والبحث عن فرص عمل جديدة، راح يلتقي بناس يبحثون عن نفس الشيء، فراح يكون في مساعدة بين هذين الأشخاص، ولكنها غير ليست على صعيد يعني عاطفي، شريكة أخرى أو شريك آخر، لا، هذا على صعيد عاطف عملي. Like-minded people، يعني راح يلتقي بناس نفس طريقة التفكير، عندهم تقريبا نفس الأهداف، راح يتشاركون هالشيء، فراح يطلع من مرحلة الصراع مع النفس. خطوته القادمة هو متجه مثل ما قلت لك إلى تحقيق الذات. بعد ما يحقق ذاته راح يوصل إلى مرحلة من الرخاء المادي والسعادة، التي يستطيع بعد ما ينجز الخاتمة وينهي كل ما أراد أن ينجزه، راح يوصل إلى مرحلة يستطيع أن يعطي فيها من جديد للأشخاص المحيطين فيه، للزواج، للأسرة، الأبناء، الشريك، أي ما كان اللي حوله راح يستطيع، ولكن وراح يكون جدا يعني يحس راح تتغير طاقته من Queen of Wands إلى Queen of Pentacles. بعد ما يخلص هذه الرحلة راح يرجع قوي ومحب أكثر، يعني هاي الملكة شوي صارمة من ناحية تحقيق أهدافها، ولكن سوف يتحول بعد أن ينجز ما الذي في باله ويتمنى، راح يتحول إلى شخص محب، راح يرجع إلى طبيعته المحبة المعطاء التي أتوقع أن دايما تعودت عليها، الشخص المراعي، الشخص اللي يعتمد عليه دايما موجود في حياتك، راح يتغير. ولكن في رسالة لك أنت أيضا عزيزي برج العقرب، في الفترة التي سوف يأخذها الحبيب لكي يذهب ويحقق ذاته وينجز ما يريد أن ينجزه، أرى أن جدا من الخطأ أن تظل على طاقة Four of Pentacles. Four of Pentacles مثل ما قلت لك هي طاقة تثبيت النجاحات، يعني أنت لا قاعد تنمو ولا قاعد تخسر في نفس الوقت، ففي هاي الفترة أنت ما تستطيع أنك تقف منتظرا أو تقف مكتوف الأيدي مثل ما نقول. عليك أيضا أن تتعلم من هذا الشخص، تأخذه مثل القدوة في هاي الفترة التي هو سيكون فيها أصلا مشغول، أصلا باله مو معك، استغلها، اشتغل على نفسك داخليا وخارجيا وروحانيا، احتمال شكليا، احتمال أنت في أشياء دايما كنت بتسويها، مشروع بسيط تبتدي فيه من المنزل، مشروع يدوي، رجيم معين، تغير في نظامك الغذائي، تخسر وزن، تكسب وزن، تغير في شكلك، استغل الوقت أنك تشتغل على نفسك وتعطي نفسك أنت أيضا، عشان إذا الشخص رجع أنت تكون له كفؤ، شريك مساوي في الطاقة، شريك فعلا يستطيع أن يكمل معاه مشوار حياته بعد أن يكون حقق النجاح الذي يتوقعه. وراح أسحب لك الآن كارت من Wisdom of the Hidden Realms، كارت تبع النصيحة عشانك أنت يا برج العقرب. أول كارت ينقلب أو يصفط هو الكارت بالعادة الذي أختاره، كارت النصيحة لبرج العقرب. التلكينج عندك The Metal King Discipline Armor Boundaries، هذه الطاقة شوي غريبة ما توقعتها، ولكن راح نشوف شنو الرسالة اللي فيها لك برج العقرب. مثل ما قلت لك عزيزي استغل الوقت، شوف، لا أنا أشوف من هاي الكارت واللي قاعدة أحسه أنك راح تكون في مثل الدوامة العاطفية، ليش الحبيب ما رجع، ليش الحبيب ما يحبني، ليش الحبيب ما يبادلني الحب. مثل ما قلت لك الحب ليس هو المشكلة، الإنجازات وأهدافها الشخصية. فأنت أيضا يجب أن تكون قوي داخليا، مستقر، اعمل على نفسك، يجب أن تكون مثل ملك المعادن، ملك جدا قوي، كن قويا من أجل نفسك في هذه الفترة، وأعرف قيمة نفسك بأن تعمل عليها
اعمل على نفسك، طور من نفسك، حتى لو كنت لا تشعر بأن تدخل التغييرات إلى حياتك، بالعكس أنت تريد أن تبقى في هذه المرحلة وتبكي على الأطلال وتندب على الخسارة، يقول لك لا، بالعكس عليك أن تكون قوي من أجل نفسك، وعليك أن تعمل على مواطن الضعف عندك عشان لما يرجع الحبيب يلقاك قوي. إذا لقاك ضعيف وهو إنسان أنجز الكثير وتغير، لا يوجد تكافؤ، لا يوجد نقاط مشتركة، ولكن عليك فعلا أنت أيضا تمر بتغيير وتحول ذاتي من أجل نفسك. شكرا عزيزي برج العقرب.